السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ مزيان، صحة لاباس؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. لاول مره غادي تدخل يشوف مطبخ سمية الزوبه، نقول له مرحبا والف الف مرحبا. ما ينساش تابونا معاي باش يبقى يجيكم جديد، واللي معنا نقول له لايك كثر خير والله يجازيه بالخير. كتفرحونا باللايكات وبالكومنتيرات، بارطاجيو بين اهل واصحاب الاحباب اللي مالا على جوكم المحتوى ان شاء الله. وعشو مبروكه، تدخل عليكم هالعواشر بالصحه والهنا وطوال العمر، ولحقنا ربي برمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا ارحم الراحمين. انا غادي ندير معكم اخوتي سلو، هانتوما تشوفوا كيجي معلك باقل تكلفه، غير 100 اقل 100 درهم، لا غلى على مسكين ان شاء الله يا ربي يعطيك كميه وفيره ان شاء الله باذن الله. هانتوما تشوفوا اخوتي كي جا معلك، نتمنى تجربوا ان شاء الله بهذه الطريقه. هانتوما اخوتي الشطه تبارك الله سطال هكا بالنسبه للمتزوجين الوليدات وصغار. يلا مع المقادير وطريقه التحضير، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اخوتي هنا الزوجلان، راني نقيتو، راني درت معكم السعر اللي بغى يشوف اسعار ديال شحال شريت كلشي، رجع الفيديو اللي قبل هذا راني وريتكم كيفاش ندير انا انقيها اخوتي، نغربلو ونقيه وعاد نغسلو بالمرات، مره كنغسلو مع مره يكون عندي بحال شكل محمر هكا يبان لي فيه ما فيهش الغبره بزاف، نمسحو نجيب الفوطه هكا ونمسحو. بالنسبه مع دابا هذه كيلا اخوتي، بالنسبه للشتا دابا تبارك الله انا نسيبوها النهار والشتا صلى على النبي، غتغسلو نتوما تشوفو اخوتي. دابا عندي النقي ناضي، نديرو غير في الماء هكا شويه ونحيدو، نتوما تشوفو الطريقه، نصفيه بيه فيه ان شاء الله، ما نخليوه ما من يبسو ما حتى حاجه، لان ما نديروش في الفران ان شاء الله، كلشي غادي نديرو في كوكوت. كيف حرقنا الطحين في طنجره الضغط غنسيبو كلشي ان شاء الله في طنجره الضغط ان شاء الله يا ربي. هانتوما تشوفو اخوتي بهذه الطريقه، انا ما نصفيش لان ماشي بحال الغساله ملي يكون مازال موسخ، ماشي بحال الغساله ملي يكون نقي. دابا انا حقاش عندي نقي، غير نشلو ندير فيه الغبره وصافي. هانتوما تشوفو اخوتي الطريقه، غنغسلو مزيان هكا، المهم بلا ما كاينش الضيعه تحيد داكشي اللي مازال في ديك الشبكه وفي هاد السطيله عندي هكا في البانيو هكا، وصافي في خاطره نحيدو صافي هكا خوتي. دابا ان شاء الله غادي نسيبو معاكم نحمرو معاكم انا، ها مجرد ما حيد داكشي وعملت في الصفايه هكا، المهم اليوم ديالي يكونوا ماشي كبار ماشي صغار باش ما يخرجكمش الزوجلان صافي، غير ما يسطى من الماء. تمشوا الطريقه كيفاش جبت الفوطه هكا تكون عندنا نقيه وصافي، وفرشت عليها راني ما نخليش ليبات لا حتى حاجه، المهم ماشي اخوتي نوريكم راني ما نزيد عليكم حتى شي حاجه، انا اللي كيف تعودت والحاجه اللي كاينه نقولها. المهم دابا نيت غادي نحمروا معاهم، هانتوما تشوفوا الطريقه، جبت الفوطه نقيه هكا وفرشته ونحاول نتكالي هكا شويه باش يطلق يحيد ديك الماء ديالو، لان ما خصتوش غساله بزاف بقى في الماء بزاف باش يتنفخ ولا شي حاجه. فاللحظه شتي غنطلقو هكا باش ينشف غير واحد شويه ماشي بيه فيه انا. المهم دابا الطريقه نتوما تشوفو انا الشي اللي كاين وريتولكم، هانتوما تشوفو غنطلقو هكا على ما نجيب كوكوت ديالي ونرجعو ان شاء الله. شتي اخوتي انا كحستو نجيب كوكوت ديالي دابا هكا صافي، ونهزت حاولت جبت هاد الغريفه مرغوفه باش نغرب بيها، لان كتعرفوا بنكون فازي يطلق في اليد اي يلصق في اليد بزاف صافي. نحاول نهز كميه اخوتي، ما ندير النص بالنص، غنوريكم النص كيفاش، والنص الثاني غنديرو المهم بلا ما باش ما نطولش الفيديو كثر هكا وصافي. هادشي اللي كاين، العافيه اخوتي تكون عاليه. انا خليته حتى ومازال فازي، فاللحظه اخوتي نحطو ونبقى نحركو، نتوما تحركو نتوما يكون مازال ثقيل، المهم بالكم في التحرك وهذا، ومجرد هو بدا يتحمر هو اجيك مساعده بالفوي هكا. المهم نتمنى يكون الشرح واضح والصوره واضحه اخوتي. فاللحظه المهم ما نحيدش يدي، ضروري نبقى نخلط فيه هكا باش ما يتحرقليش صافي. عاد حيد منه دي في الرطوبه ديال الغساله اللي غسلناها، تحيد غيبقى يطرطق. المهم انتوا معايا انا نوريكم هكا، المهم نحيد الجناب باش حتى هما ياخذوا حقهم، لان الجناب دغيا يتحمروا واللي تحت ما يتحمرش، ضروري نحيدو باش ما يتحرقناش.
المهم الطريقة عدو يمينا يسارا يسارا يمينا. تبى تشوف اخوتي اللحظة اللي تشوفوا بقى يطلع لكم الدخان بحال الطريقة هكا، بقى تخلطوا يعني بدا ينشف واللحظة صافو بضروري حيدي الجناب اخوتي باش ما يتشوطوا لكمش. غير خلطو عطيو الخاطر دغيا يتحمر. المهم قلتلكم اخوتي اللي شافو نقي بلا ما يغسلو نقيه مزيان، لان هاد الزوج لان يكونوا ممكن عند مواليهم سايب ناضي الله يعلم، يبان لي محمر عندهم تا الدوق وجهي محمر. المهم عا بنادم باش يتأكد. صافي في اللحظة خوتي نتوما تشوفو غادي بقى ما يبقى يطرطق، بقى تنظف الطرطق ديالو. فاللحظة اخوتي نديرو لوحش شوية زيت المائدة، نتوما تشوفو معلقة زيت المائدة. هذا زيت المائدة نخلطو هكا معاه باش ما يبقاش يطرطق بزاف، لان تعرفوا هو بقى يطرطق اي ينقص الكوكوت. فاللحظة اخوتي نديروه له باش ما يبقاش ينقص هكا، ما يبقاش يطرطق ويخرج من على الكوكوت، وباش ما كسميتو باش يجي حمر كله يتحمر كامل هكا. صافي وما نغفلش عليه، مرة نبقى نحرك نحرك هكا نحرك تي تسمع ديك الطرطق بزايد. صافي فواحد اللحظة صافي طفو عليه، لأن من إلا ما عرفتوش بالنسبة للمبتدئين هزو حبة هكا وديروها بسنانكم، إلا سمعت التقرميشة يعني راه تحمر وبالنظرة راه باين، ما تخليوش أخوتي تيكحل، لأن إلا كحل غيطلق المرورية. صافي غير شوية هكا وطفو عليه واللحظة اللي تبان لكم تحمر. المهم اتبدل لونو ضروري. صافي اللحظة خوتي ندوق انا هيبان لي لي مازال طاب، انا نزيد نحمرو بالكم التقرميشة. صافي طفيوها في ديك اللحظة، صافي ما تخلي تزيد تكملو عليه، لان الا بقيتو تكملتو صافي يتشوط لكم يتحرق. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي، المهم نخلطو انا بالعاني وريتكم بالنسبة للمبتدئين. صافي في اللحظة اخوتي غنحيدو ضروري من الكوكوت، لان الا خلينا غتحرق. صافي بيه فيها يتحمر، صافي طفي على على البوطة ديالكم وتخويوه. صافي دير لحظة راه نيتا يكمل مع السخونية ديالو، صافي تكملات وتشوفو كنتو كيف جا لونو موحد مجاش محروق. صافي حطو وكملت الجزء اللي بقى لي. دابا جينا للكاوكاو، هذا الكاوكاو خوتي اللي بلا قشور حتى هو، ها انتما تشوفو غنغسلو ان شاء الله ونصفيه حتى هو نيت صفاية، لانه هو دغيا ينشاف ماشي بحال الزجلان. ونحطو خوتي نيت ديك الفوطة ديالي باش يستقطر مزيان ونسيبه. المهم انا العمليه خوتي راني سيبتو نهارو، يعني بالنسبه انا من يكون على حسب التصوير وداك الشيء نبقى سايب كل حاجه بوحدها، كل نهار سايب حاجه. نجيب حدا الطحينه نحمرو ونحطو في شي طاسه هكا كبيره عندي، ولا شي سطر هكا كبير عنده الغطايه نحطو، وبقى نسيب كل مره حاجه كل مره حاجه. حدا نسيب زوجلان ونحمرو ونطحنو ونحطو عليه عاوتاني، وهكا هني الكاوكاو والنوا كلشي حتى نسالي وعاد نخلط. دابا بالنسبه للتصوير باش نوريكم كلشي دقه واحده، فانتما تشوفوا اخوتي جبت النوا هكا ديك ربعه النوا، انا ما بغيتش نغسلها ومع مسح حتى بديك الفوطه لانها فازكه. صافي نمسحها مزيان من الغوقه. وبالنسبه اخوتي اللي عنده اللوز دي بلدي حسن فاللحظة اخوتي، المهم طحنوا على حساب الجهد ديالكم نتوما، كاين اللي بغي لين، انا بغيت نخلي نفرفش. ومن جات بنتي سلمى ما بغاتوش ماما لا لا سايبونا هكا كتايبونا دائما، لاننا نسيبو دائما مليين الصراحه الله. دابا بغينا زعما نخليها هكا نفرفش، قال لي لا. صافي والنوبه ديالنا عاوتاني طحنت ديك هاللحظه اخوتي استعنت بنتي كتطحن لي. فاللحظه اخوتي النوبه ديالنا انتما تشوفو بديت نحمرو ودرت شويه د الماء. صافي بالعكس ديال الزوجلان، الزوجلان سايبنا له الزيت، ما قدش الزيت كاوكاو نسيبولو معلقه ديال الماء
وكوكب ديال القشور، وهذا ديال النوى. انا ثاني نقولوا معلقه ديال الماء باش يجي موحد ما يتحرق بلاش، ديال بحال ديال اللي كيدير مول الزريعه ومول الكاوكاو مول الحانوت هكا، يدير له شويه الماء. فاللحظه خوت ملي بقى يطرطق، انتوا تشوفوا الطرطق كامل صافي، هذا حبس عليه لان الا كتبعوا غيتحرق. وصافي غنطحنوا حتى هو مزيان هكا. المهم الطحين انا وريتكم كيفاش يطحنوا، دائما طحنوا. المهم على حسب هو فرفشه تجي زوينه، تجي تبع التقرميشه في الفوم، ولكن بالنسبه للدراري ما يبغيوليش. فاللحظه خوت جبت نص كيلو ديال الكوكب ديالي بلا قشور، انتوا شفتوا، وديك يطر ديال الزيت. المهم راه قلتكم رجعوا للفيديو اللي قبل باش تعرفوا اثمنه ديال المشتريات شحال، والزيت هادشي اللي دخل اخوتي ويطروا، ما زدت عليه حتى حاجه، يطروا كفاني هالقوام هذا صافي. بالنسبه انتما شفتوا اخوتي حطوه بارد، خصهم تحطوه الكاوكاو في الزيت بارد، وعاد حطوه في على البوطه. فهاللحظه اخوتي بدا يسخن لي الزيت، ابقى نحرفه، عبيه وجيب عبيه وجيب عبيه وجيب باش يتوحد اللون ديالو. هانتوما تشوفوا اخوتي، نوريكم ها مازال واحد شويه، نزيد واحد شويه وما تخليوهش حتى يحمر، لان الا شفتو خليتو حتى حمر ما تجي تحيدوه من الزيت تكون تشوط لكم، لا خليوه شقار زعار. المهم نوريكم الطريقه شتي اخوتي كي داير، ها هو باين زعار شتي، ما جيت نحيدو انا وكلو لانه يبقى شايد السخونيه ازيد يتحمر بذاتو راسو. فاللحظه اخوتي هانتوما تشوفوا كيف جا لونو، زادت الحموريه ديالو تخلات سخون، هو زاد تحمر. فاللحظه حط الزيت ديالي يبرد، هانتوما تشوفوا اخوتي بنت طحلي، حتى تشوفوا ملينه اللينو. ورجعنا للكاوكاو ديالنا اللي بالقشور ديك الصغيور الحمار، هذاك حتى هو عطيب لنا زوينه صافي. وحطو حتى هو عاوتاني يتحمر لي نفس الطريقه ان شاء الله، نفس الطريقه ديال النوى. نحطوه من بدا يبقى يطرطق شويه، ندير له شويه الزيت شويه ديال الماء شويه ديال الماء، ونبقى نحرك فيه حتى يبقى يتحمر مزيان. هادشي اللي كاين، وغنوريكم اخوتي بالنسبه للمبتدئين كيفاش يقشروا. صافي اخوتي تحمر لي ديك اللحظه، صافي بقى يطرطق هكا وتحمر. بالنسبه لي جا سخون، هانتوما تشوفوا بهاد الطريقه ديال المعاكه تجي ساهله هاد بالنسبه للسخونيه اليدين، وبالنسبه حتى اي ساعد التفريكه تفركو صافي بلا ما ديرو بين يدك هكا بهاد الطريقه هكا اخوتي. وصافي ونفضو ان شاء الله كيما تشوفو الطريقه بالنفس، غديرو في هاد في بلاصه هكا واسعه، ونفضوه عادي هكا كيما تشوفو. وانا خليت واحد شويه فيه حموريه، ما حيدتوش كامل، واللي بغى يحيدو كامل حيدو. فهاللحظه اخوتي جات الحبه الحلاوه، بالنسبه لحبه الحلاوه اللافعه اخوتي عاد تشمو الصاف. بالنسبه لحبه الحلاوه عاد تشعلو عليها لانه هو سخون، حتى تشوف الكوكوت سخونه، مجرد ما حطو صافي تشم الريحه من الجهده، يبان اللون ديالها بحال اللي بغيت تبدل صافي حيدو، لان الا خليتو غتحرق لكم. والنيس النافع عاوتاني هكا، النيس النافع بحال اللي يرجع لونو، يبغي يرجع من الخضوريه صافي تحيدو. ها انتما تشوفو الطريقه هادي، ما زعما ما قطعتش بالعاني باش نوريكم الطريقه اخوتي، شتي كيفاش لونو خضار صافي. فاللحظه اخوتي طحنو، ضروري خصكم تطحنوه مزيان باش يبقى هكا. انتما تشوفو اخوتي في الطريقه، نطحن ونرجع نعاود، نطحن ونرجع نعاود. وهنا عندي مسكه الحره، عندي ندير معها سكر كلاصي ونطحنها حتى هي وصافي. هادشي اللي كاين. المهم اخوتي انتما تشوفو النوى اللي طحنت، كاوكاو هذا كاوكاو بقشور الزوجلان، انتما تشوفو الطحين ديالنا اللي حمرنا، سكر كلاصي، النافع، القرفه، المسكه الحره، وحبه الحلاوه بالزيت ديالنا والكوزه. وهادشي اللي كاين اخوتي انتما تشوفو بعد ما طحنتهم كاملين. دابا ان شاء الله غنديروا العمليه. صافي اخوتي فاللحظه جبت الصحفه ديالي، وراني ما قدرتش ندير في البوطاجي لان يجي عالي. صافي اخوتي هانتوما الطحين، زوجلان، حط كاوكاو اللي بالقشور، هانتوما هذا الحمار، حط هذا الكاوكاو اللي بلا قشور حمار، والنوى ديالي هانتوما تشوفو، وحط النافع وحبه حلاوه
ومهم واحد فيه منافع في حبة الهواء، ودادي مسكر حرة مع السكر والقرفة، ونحط الجوزة. المهم انا درت غير النص اللي بغا يدير، انا دائما نديرها كله ولكن الكمية كبر مع الشيخوتي. بالنسبة للكميات ما تعرفوا، بالنسبة للمبتدئ اللي مجوجين مقبل عاد جوج ثلاثة الناس ترى أربعة بارك كافي اللي دادهم يكون صغار. بالنسبة لي انا غنزيد ان شاء الله الا كتب، غنزيد شي كمية اخرى لان كمية قليلة. انا المهم ما باش صورت معكم لان ندير انا كمية تبارك الله كبيرة، ولكن بالنسبة لي انا باش الناس اللي عنده 100 درهم كافية يدير به. فاللحظة انتم تشوفوا اخوتي نخلط هكا مزيان، ودرت الملحة ودرت السكر كلاصي ديالي. المهم السكر كلاصي على حسب الذوق اخوتي. هاللحظة انتما تشوفو نخلط، ضروري نخلطو النواشف مزيان، وديك الا بقات شي كويرة كنديروها بين يدينا ونفركوها ونحكوها. المهم خصها ترجع كلها بحال الرملة ان شاء الله يا ربي. ضروري كنبقى نخلطو. فهاللحظة اخوتي الشتا تبارك الله وصلى على النبي، اللي كتسمعو الصوت ديال الشتا صافي. هو اللحظة دقت جاني مازال خصني نزيد ديك السكر كلاصي. المهم السكر كلاصي شاصية ديال السكر كلاصي. المهم انا قلت لكم اخوتي اللي بغا المقادير مضبوطة والثمن السعر الاثمنة يرجع الفيديو ما قبل هذا، راني درت فيه السعر وشحال شريت كلشي. المهم صافي هاللحظة قلت لكم اخوتي الا كاين شي كويرة هكا تكون زوج لان ولا كاوكاو هكا مكبة نحكوها مزيان صافي. وجبت ديك الزيت ديالي بعد ما برد هنا اخوتي، عندنا ديك يطرد الزيت هو كافي، جا كافي لا ما زدناش صراحه الله. صافي ونخلط اخوتي هكا مزيان هاد الطريقه نخلط ونبقى معاكم. هو بالنسبه اخوتي السلو كنعرفوا، بالنسبه اللي عارف من اللي ما عارف شيء دائما خص معاكم هكا مزيان بحال هذا الجنوه. المهم انتما تشوفوا الطريقه كيفاش اخوتي، نكبوا شويه هنا وشويه هنا الزيت وعاد نبقى نخلطوه مزيان وعاد يبان. ما تكبوش من الكبه الاولى الزيت لان قدر يكون بزاف ويجري لكم. وفي حاله ما مشى حتى كيبت الزيت بزاف وديروه في السطال، مجرد انت ما ديرو في السطال وما تدق عليه هكا تخليه لا غدا اجبر الزيت كله طلع وصافي. تحيد ديك الزيت هذه في حاله ما وخلي واحد شويه الزيت لان ديك الزيت يحمي كسميتو السلو ديالنا. انا بالنسبه للسلو ديالي انت باش تاخوتي ما عنديش العسل وما عنديش الزبده. بالنسبه للعسل قدر تحجر داك، والزبده قدر تفيح تطلقها. بالنسبه ديال الزبده هكا فايحه او اي دير بحال غموليه اي برد من الاحسن. انا هذه الطريقه اخوتي احسن ما ديروش لا الزبده ولا عسل. فاللحظه نطي الولاد يدوقوا باش يحكم واش نزيدو الحلاوه ولا لا. قال لها سيدي لا زدنا الحلاوه. ايوا صافي زدت شويه. المهم بالنسبه اخوتي الحلاوه انتم تحكموا فيها، بالنسبه اللي مرض بالسكر ولا هذاك يديروا كميه قليله. بالنسبه حنا نبغوا الحلاوه زدنا واحد الكميه. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي معاك هكا مزيان مزيان. المهم انا قلت لكم اخوتي النصيحه، من الاحسن ما ديروش العسل وما ديروش الزبده، والزيت ضروري تغلى في حالة ما حمرتو النوا ولا اللوز او ما حمرتوش، ديروا النوا ديروا الزيت يغلي وخليوه حتى يبرد عاد ديروا به صافي. فاللحظه اخوتي انتما تشوفوا الكميه اللي طاحت تبارك الله. المهم انا درت هنا عاب لجرد التصوير وصافي. ما انا نديرو نخزن في السطال. انتما تشوفوا اخوتي درت الهلال، الا حقنا في شهر رمضان ان شاء الله يا ربي نصوموه يتقبل منا ومنكم أمة سيدنا محمد ان شاء الله باذن الله. صافي اخوتي انتما تشوفوا الهلاله. المهم ما مرسومش مزيان ولكن المهم انتما تشوفوا الطريقه كيف جا اخوتي. غير جربوا ان شاء الله لوليداتكم ونقولوا سمحوا لنا اخوتي الله يجازيكم بالخير. كل واحد عنده خير في داره، غير جربوه من وليداتكم ان شاء الله. 100 درهم قل 100 درهم. المهم اللي عنده بغى قال يدير قال. المهم نوريكم كيفاش خزن نديرو في السطال. هانتوما تشوفو اخوتي ندير له هكا ونمعكو مزيان هكا هذا وندير له الميكا وخليه يبقى حتى معام يبقى لك يزيان. هو شحال ما بقى عاد يزيان، ومن يطلع له الزيت عاد يزيان كتر وكتر. هو الشيء اللي كاين اخوتي. قبلوا على اختكم بارطاجو بين اهل واصحاب الاحباب اللي ما عجبكم المحتوى. يلاه اخوتي مع الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله الاحد. مع السلامة.